السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين. خدوا حبايبي الكرام، جد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نرمين. تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا. الأرنبة ده يا جماعة ولدت بفضل الله، بس ولدت من غير ما تجهز بيت الولادة يا شباب، لأن اتلبخنا ومن نرمين اتلبخت ونسيت انها تحط شويه تبن وشويه قش في بيت الولاده، فولدت ونتفت كميه شعر يا جماعه قليله. وطبعا دلوقتي احنا الارانب ديت اللي هي والدها هنعرف هم عدد قد ايه، وهنبدا نشيلهم ونطلعهم ونجهز بيت الولاده يا جماعه مع بعض. يلا بينا مع بعض نكمل الفيديو معانا للاخر، بس من فضلك ما تروحش بعيد وتابع الفيديو معانا للنهايه. طبعا يا شباب زي ما شفتوا كده في مقدمه الفيديو، ديت الارنبه بكريه يا شباب ولدت. ام نرمين اتلبخت ونسيت ان هي تجهز شويه تبن وشويه قش بيت الولاده، فانا طلعنا النهارده لقينا الارنبه ديت ولدت من غير ما يكون متجهز لها بيت الولاده. هي سامع ان حاطه الكرتونه تمام، ما بصتش على تاريخ التلقيح، ففكرت ان لسه ايه تاريخ التلقيح لسه عنا عن الولاده شويه، فنسيت انها تجهز بيت الولاده. الارنبه يا جماعه ارنبه بكريه، فيلا بينا مع بعض نعرف هي جايبه عدد قد ايه تمام، ونطلعهم ونبدا نجهز بيت الولاده مع بعض واحده واحده، عشان نقول لك تعرف تجهز بيت الولاده ازاي، تتصرف مع الارنب ازاي لو الارنب ولدت من غير ما نكون مجهز بيت الولاده. علشان الجو برد تقدر انت تعمل اي شيء يدفي الارانب، لان يا جماعه تاني كده مدمرين دلوقتي لو فضلوا كلها يا جماعه هيسقعوا وهيموتوا. ليه بقى؟ ده فرشه بلاستيك تمام، وطبعا الشعر خف جدا عليهم يا شباب، مفيش حاجه تدفيهم تمام. فهنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل حاجه يا جماعه تدفي الارنب دي. معانا كرتونه كده صغيره يا شباب، نبدا نعد كده ونطلعهم. بسم الله ما شاء الله، ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ستة سبعة من معاك من مين؟ ها؟ ثمانية تسعة. هاتي هنا كده، ادي يا جماعة تسعة أرانب أهمت في الكرتونة رفيعين ما شاء الله لحم، سبحان الله لسه مولود حالا تمام يا شباب. طبعا هنا الشعر بتاعهم اهوت، هنبدا ناخد الشعر كده يا شباب، كل الشعر اللي انا فاه هنحطه هنا كده برده الكرتونه تمام يا شباب. طبعا معانا هنا التبن اهوت، تبن القمح ماشي، هنبدا ان احنا نفرش بيت الولاده كده زي ما انتم شايفين. طبعا التبن يا جماعه ده مغذي برضه للام، فين يا شباب بتاكل منه ازاي؟ قرب كده يا مدرب، قرب كده بالكاميرا يا مدرب كده. بتتغذى يا جماعه، بتاكل من التبن بتتغذى عليه، فطبعا التبن برضه مفيد، تبن قمح يا جماعه ده مفيد اهو، هي بتاكل منه بتتغذى عليه. طبعا هنجيب برضه يا جماعه قش صغير كده، تعالى كده يا مدرب اهوت. تاني يا جماعه برضه معانا هنا قش تمام يا شباب اهوت، نقطة القش القش يكون ناعم. تمام يا شباب، هنبدأ إن احنا إيه نلفه كده في قلب بيت الولادة. يا شباب نلفه في قلب بيت إيه؟ قلب بيت الولادة بنفس بالطريقة دي كده يا شباب، زي القش كده ماشي. من الأم هتاكل من القش تتغذى عليه ألياف ماشي، ومفيد جدا يا جماعة برضو للأرانب، عشان برضو الإسهال وحالات المشاكل المعوية وكده بيتطهر يا جماعة. هنبدأ إن احنا نعمل إيه؟ نحط شوية شعر كده صغيرين تحت أهومت تمام، ونبدأ نرجع كده نبدأ نرجع يا جماعه الارانب
واحد واحد تاني مكانه. اهو يا جماعه دول ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه. ده بقى ده منظر يا جماعه العش. قرب كده مهم كده. ده بقى يا جماعه منظر العش يا جماعه بعد ما جهزناه والقلاب كده تبقى تتجمع في النص كده. قدرنا ان احنا من الجناب ندفي علشان الصاج ما يبقاش سائع على جسم الارانب والفرشه البلاستيك الساقعه على جسم الارانب يا شباب. بقى العش والمنظر ده كده اهوت ماشي. وطبعا حطينا شويه شعر وادي الشعر بقى يا جماعه نبدا ننضفه لو في اي خلاص مثلا زي كده يا شباب ده خلاص اهوت نبدا نشيله. اي خلاصات اي حاجات من بواقي الولاده نبدا نشيلها يا جماعه نرميها وننضف شويه الشعر اهو. ادي كده مهمين يا مهمين خليكي معايا. ناخد شويه شعر ننضف يا جماعه ونبدا نغطي بهم ايه؟ نغطي بيهم الخلفه زي ما انتم شايفين كده يا شباب اهي. بحيث انا بعملهم كده يا جماعه لان كان شعر ماسك في بعضه تمام. اه يا شباب ونبدا برضو نبين الخلفه كده شويه عشان امهم تدخل ترضعهم. حاجه شعر زي كده ماسك في بعضه كده نبدا نفككه ماشي. بقى العش يا جماعه بالمنظر ده كده تمام اهو. بقى لي عش الارنبه واخده باخده على ريحه ايدي يا جماعه يد عارفه ريحه ايدي لان انا اللي باكلها وانا اللي بحصنها وانا اللي برعاها. بقى ده منظر يا جماعه العش بعد التجهيز. شفتوا قبل التجهيز كان عامل ازاي وبعد التجهيز كان عامل ازاي. وفضل علشان ما تقعش في نفس الخطا ده يا جماعه وتواجه مشاكل مع الام ان انت تجهز بيت الولاده قبل الولاده. تجهز بيت الولاده يا جماعه قبل الولاده تمام يا شباب. طب يلا بينا بقى معانا هنا تاني نسجل بس الاول تاريخ الولاده هنا يا شباب. ده الارنب يا جماعه متلقاها يوم 19 وطبعا النهارده 20. متلقاها يوم كام؟ يوم 19 يا شباب. انزل كده ممكن اهو. طبعا النهارده 20 انا كتبناها كده يا جماعه 20 10 ولاده. يوم متلقاها يوم 19 9 والده 20 10 يا جماعه. والده 9 ايه؟ 9 ارانب. طيب ماشي. شوفوا يا جماعه الارنب بتاكل في العش ازاي يا شباب؟ بقيت تاكل فين؟ تاكل في القش. وطبعا دي برضه ارنبه يا جماعه. تعالى كده نضرب بينا ونرمي كده. نبدا بقى يا جماعه نجهز برضه مع بعض الارانب اللي هتولد علشان تبقى ماشيين مع بعض خطوه بخطوه كده يا شباب. دي برضه متلقاها يوم 22 وعشار بفضل الله والنهارده 20. نبدا برضه هنجهز لها بيت الولاده مع بعض. شوفوا يا جماعه عاملين ايه يا جماعه كده مدمنين؟ فرشه مغسوله محطوط كرتونه ورق تحت. حط شويه التبن اهمت ماشيين مع بعض يعني ده الروتين اللي احنا بنعمله يا شباب خطوه بخطوه مع بعض اهوت. شويه تبن وادي شويه القش. هو يفضل القش ناعم على كده مش عارف منين جايبين القش تخش ده منين. اي والله هي خلاص هتشليني قريب. تعالى يا بنت اشعل زي مسامير الحليب. انا بدي اضحك من ورا الكاميرا بس معلش يلا استحملوني. طب يا جماعه كده اهوت اتجهزت. ده لسه يا جماعه متلقاها من 8 10 يلا. ده برضه فشار يا شباب. طب يلا بقى ايه لسه 29 برضه فشار. دي السنة يا جماعه 9 ايام ان شاء الله. اول ما نقرب كده كمان اخر 5 ايام نجهز لها باذن الله. 5 ايام ان شاء الله. هنا يا جماعه ريت برضه متلقاها يوم 22 9 متذكر الفلاين والدوتش ماشي. يا جماعه اطلع بره يلا. حط لها التبن لسه حاطط لها القش.
النمر يا جماعه تولد يبقى كده يا جماعه نحط الاشجره نشوف برضه يبقى اشجره صغيرين يبقى ان ايه هنحركوها بمعنى اصح هما ايه يحركوها بس التجديد يا جماعه مهم يا شباب التجديد دي وقت مهم طبعا دي يا شباب دي اللي والده اهيت تعالى كده مهمين طبعا دي اللي والده يا شباب انا كنت مصوراكم قبل كده لان خدت وعيل من عيالها نقلتهم تبني للام الثانيه وهوريكم برضو الارنب اللي انا نقلته هناك دي ما شاء الله معاها دول ثلاثه امت سته ثمانيه والثانيه معاها خمسه بنت تقريبا تمام ان شاء الله يا جماعه زي الفل امت ان شاء الله تمام ده برضو هتولد يا جماعه 29 برضو 10 ثلاث لاين ده هتولد يا جماعه 29 ان شاء الله يا نتلقاها يوم 29 برضو الرنب بكريه دول نتلقاها يوم 13/10 دي يا جماعه ده هتولد يا شباب برضو تعالى كده من يمين دي هتولد اهيت قاعده بتجهز عشان تولد ماشي دي انا برضو بتجهز يا جماعه عشان تولد اهي ما شاء الله ندفع شعره انا بتجهز في المكان اهيت بتجهز في القش عشان برضو هتولد يا شباب عشان برضو لما تولد هنصوركم برضو ارنبه بكريه يا جماعه من اللي احنا مربينه من عندنا ان شاء الله فان شاء الله ربنا يسهل الامور باذن الله يعني طبعا ده برضو عشر يلا برضو ان شاء الله لما تولد هنصورها لكم ده برضو يا جماعه تلقاها يوم 29/9 الساعه 9 ايام وتولد ودي يا جماعه برضو والده اهيت يلا اطلع بره اطلع 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 دي والده برضو يا جماعه ما شاء الله ماشي دي كانت والده اربعه وانا نقلت لها واحد بقوا خمسه ما شاء الله تمام ومرضعاه وزي اللي هو الاهو ده يا جماعه ده اللي كنت ناقله لها الابيض ده اهو ما شاء الله زي الفل حاجه جميله جدا يا شباب مرضعاهم وزي الفل بالصلاه على النبي فطبعا دي كانت حلقه النهارده يا شباب لو انت بقى لسه ما اشتركتش عندنا في القناه متنساش انزل تشترك في القناه سبسكرايب فعل زر الجرس ادعم الفيديو بلايك اشكركم لحسن المتابعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.